بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم وشكرا لهذا الحضور. شكرا لجمعية الثقافة والفنون بقيادة الأستاذ خالد والباز ومن معه من الشباب. يسعدني أن أجلس في هذا المكان مرة أخرى أود ابتداء أن أنا طلبت أن لا يكون معي أحد، يعني لأن التعريف صار مكرر، يعني وأعتقد أن ما في إضافات كثيرة، يعني أعرفكم وتعرفوني فما هناك حاجة للتعريف. هي الفكرة الأساسية أن أتحدث عن النظريات والمناهج المعروفة في الدراسات الأدبية. وحدثت الأستاذ خالد حول هذا الموضوع أن نقدم سلسلة من المحاضرات، إما أن تكون نصف شهرية أو شهرية، أعرف من خلالها بعدد من النظريات الجديدة في مجال النقد الأدبي. ثم انتبهت إلى أن العنوان نفسه، عنوان النظريات والمناهج وهذه المفردات، أنها هي بنفسها بحاجة إلى تعريف أو تحديد. لماذا؟ لأنني منذ فترة طويلة نسبيا وأنا أعرف أو ألاحظ أن بعض الزملاء والزميلات من المشتغلين في هذا الحقل تلتبس عليهم دلالات النظرية والمنهج. ووجدتني في أكثر من مناسبة أحاول أن أوضح فهمي لهذين المفهومين والعلاقة بينهما والفرق بينهما أيضا، على أساس أن أي حديث عن هذه النظريات سواء في النقد الأدبي أو في علم الاجتماع أو في العلوم الإنسانية أو الطبيعية يحتاج إلى تحديد المصطلحات، توضيح المفردات قبل استخدامها كما لو كانت واضحة للجميع. والحقيقة أنها ليست بالضرورة واضحة حتى للمشتغلين، لأن هناك يعني خلاف حتى حول دلالاتها، يعني هي كما هو الحال في كثير من الأمور المتعلقة بالدراسات الإنسانية، هناك في الغالب اختلاف في وجهات النظر. نحن لا نتحدث رياضيات ولا نتحدث عن مجال إنساني، يعني في كثير من التفسير والتأويل ووجهات النظر، لكن أيضا فيه قدر لا بأس به من المعرفة والعلم، يعني إلى حد ما يمكن الحديث عن قواعد لا بأس بها أو مساعي لضبط الدلالات، وإن كان هذا جزء من الحديث عن النظريات والمناهج. أولا أشير إلى أن هذه القضية مطروحة منذ قرون، يعني طرحت منذ اليونانيين وظلت تثير إشكاليات بين المشتغلين في حقول الفلسفة بالدرجة الأولى، ومن بعد الفلسفة انتقلت إلى العلوم الأخرى بحكم أن الفلسفة هي الأساس الذي انطلقت من العلوم اللي سواء الإنسانية أو الطبيعية. فظلت مسألة المنهج، ما هو المنهج وما هي النظرية، مطروحة باستمرار. طبعا المنهج في البداية، النظرية تطور متأخر نسبيا. أرسطو أثار هذه القضية أو كان أول من أثار هذه القضية عندما وضع المنطق في أول العلوم التي أسسها والتي تعرف بالأورغانون. أورغانون في من كلمة أورغان اللي هي الأداة، يعني الوسيلة، ووضع قال أن المنطق هو الوسيلة للمعرفة. ففي هذا اختلف
مع فلاسفة يونانيين آخرين لم يؤمنوا بالمنطق كأداة للمعرفة، أو لم يروه وسيلة كافية لتحقيق المعرفة أو الوصول إلى الحقيقة اللي هي طبعا هدف الفلسفة. اختلف مع الرواقيين الذين كان لهم هذا البعد الروحي نسبيا، أو الذين آمنوا بالفضيلة وبالروحانية وبقدرة الذات الإنسانية على الوصول إلى المعرفة دونما عقلانية صارمة كالتي يفرضها المنطق. المنطق هو أداة كما قال أرسطو، هو طريقتنا للمعرفة، هو التفكير العقلاني الصرف، لأننا كيف يمكن لنا أن نصل إلى اليقين عندما نريد أن نعرف العالم أو الظواهر التي أمامنا؟ لابد لنا أن تكون لنا وسيلة دقيقة، ووظفها فعلا في فلسفته. عندما جاء الفلاسفة المسلمون تلقفوا هذا المنطق، بعضهم تبناه بسرعة وبعضهم تشكك فيه، وكانت هناك مواقف مختلفة. من الذين تحمسوا له بقوة الفارابي وابن سينا، أكثر الأرسطيين إلى حد يمكن نصفهم بالأرسطيين، وابن سينا كان ممن دافعوا عن المنطق الأرسطي بقوة. وطبعا الفلاسفة المسلمون بصفة عامة رأوا أن أرسطو هو المعلم الأول وأجلوه ولم يناقشوا فيه، وبعدهم جاء فلاسفة أوروبا في العصور الوسطى وأيضا نظروا إلى أرسطو على أنه يعني يكاد يكون مقدس لا يناقش، ما يقوله أرسطو صحيح. لكن بالنسبة للفلاسفة المسلمين وبالذات ابن سينا، مسألة المنطق طرحت بقوة واستفاد منها ووظفها في أطروحاته الفلسفية، ودهش الحقيقة لهذه الفكرة، خاصة موضوع الاستدلال المنطقي. هذا من أشهر أطروحات المنطق، ما يسمى بالاستدلال المنطقي اللي هو يسمى بالإنجليزية سيلوجيزم، اللي هو أنك تطرح فكرة وتطرح فكرة أخرى ثم تستنتج منها نتيجة ثالثة فتكون على يقين. فيقولون مثلا سقراط إنسان، الإنسان يموت، إذا سقراط يموت، يعني ما دام إنسان والإنسان يموت فنستنتج منها النتيجة الثالثة بالضرورة أنه يموت. وطبعا طرحت لما سقراط مات في الحادثة الشهيرة، ويمكن تطبقها على أشياء كثيرة. جاء فيما بعد من قال إن هذا المنطق المجرد أيضا منطق عبثي أحيانا، ويقود إلى معرفة غير واقعية. فظهرت حتى نكتة حول الموضوع، يقول لك الإنسان يموت والقطط تموت، إذن الإنسان قط أو سقراط قط، يعني أنك ممكن توظفها لمعرفة مجردة صحيحة هي، لكنها واقعيا غير منطقية، غير مقبولة، يعني لا نقول غير منطقية، هي منطقية، وهنا المفارقة في الموضوع، منطقية لكنها غير مشاهدة في الواقع، لا تصدق على الواقع. الشاهد في الموضوع أن بالذات في حالة ابن سينا أنه تعلق بالمنطق الأرسطي، ثم في أواخر عمره انتبه إلى أن هناك معرفة قادمة من غير اليونانيين، وهو طبعا تعرفون ابن سينا عاش في وسط آسيا وثقافته فارسية بالدرجة الأولى، وكان متصلا بثقافات المحيطة بالهند وبشمال بشرق آسيا وغربها وشمالها وجنوبها، وتأتي تيارات مختلفة وأديان مختلفة كانت في المنطقة. ففي آخر عمره كتب عملا عنوانه منطق المشرقيين، منطق المشرقيين. في هذا الكتاب، هو كتيب الحقيقة ليس كتابا بالمعنى المفهوم، قال إننا تبين لنا أن هناك منطقا آخر غير منطق أرسطو،
هذا المنطق الذي تبين له وبدأ يتبناه منطق فيه متسع لمعرفة تتجاوز العالم المشاهد المرئي الذي يمكن أن نعرفه من خلال المنطق الأرسطي، وهو عالم الروح، العالم الميتافيزيقي، عالم الغيب. كيف نعرف هذا العالم من خلال المنطق الأرسطي؟ مستحيل. فطبعا دعا إليه ولكن على استحياء، لأنه قال إن يعني أرسطو لا يمكن أن يخطئ الذي أخطأ أتباعه في عندما طبقوا المنطق الأرسطي، وهذا مثل يعني التنزيه لأرسطو. صرامة المنهج الذي طرحه أرسطو قابلت رؤية تقلل من هذه الصرامة وتدعو إلى طريقة في التفكير لا تخضع لهذا الفكر المجرد. فالمنهج كما هو واضح من المنطق هو طريقة في التفكير أو آلة أو وسيلة كما قال أرسطو، لكن الذين جاءوا فيما بعد اكتشفوا أن المنهج يؤثر في كيفية قراءة العالم، أنه ليس مجرد آلة وإنما هو أيضا قادر على تغيير الصورة، كما يتضح من السيلوجيزم مثلا التي يمكن تعطيك معرفة وهمية غير صحيحة، دقيقة منطقيا أو صحيحة منطقيا لكنها ليست صحيحة في واقع الأمر في الحياة الواقعة. فاتضح أن المنهج أو طريقة التفكير تؤثر في المعرفة التي يتوصل إليها الإنسان، يعني أنها أن بمعنى آخر أن المنهج ليس محايدا، ليس آلة صماء يعني تأخذك إلى حيث تريد، ليست بمعزل عن المتغيرات، المتغيرات الاجتماعية، الرؤية الذاتية، التحيزات الشخصية، أنها هذه أيضا تلعب دور، فضلا عن حاجتك أنت إلى معرفة تتجاوز العالم الذي صنع له المنطق أو صنع له المنهج، المنهج الأرسطي، كما حصل في حالة ابن سينا عندما اكتشف أن من الضروري للمنهج أن يوصل إلى ما وراء هذا العالم. فالمنهج ظل في العلوم الطبيعية في البداية طبعا مؤثرا، لكنه عندما ولدت العلوم الإنسانية، والعلوم الإنسانية جاءت متأخرة كما تعلمون، يعني لم تولد في أوروبا إلا في القرن 18 و19، قبل ذلك كانت هناك معرفة بس لم تكن علوم، يعني لم تكن مقعدة، لم تكن لها مناهج، ولا كان الناس يتحدثون عن النفس وعن المجتمع وعن عن الأمور التي تتحدث عنها هذه العلوم، لكنها لم تكن علوما. نقطة التحول جاءت مع ديكارت. ديكارت في القرن 17 وهو ممن وهو رياضي في الأساس، يعني عالم رياضيات، لكنه اهتم بالفلسفة وأراد من الفلسفة أن تكون بدقة وصرامة العلوم الرياضية، أن تؤدي بنا إلى الحقيقة بالطريقة التي تؤدي بها تأخذنا بها الرياضيات إلى الحقيقة. فوضع كتابه المعروف اللي عنوانه المنهج، فاشتغل عليه في مرحلة مبكرة من تطور العلوم الإنسانية ومن عودة الفلسفة الحقيقة، لأن الفلسفة أصيبت بحالة ركود في أوروبا بالذات أثناء العصور الوسطى. طبعا طغى اللاهوت على التفكير وتوارى الفكر الفلسفي اليوناني، وظل أرسطو طبعا موجود لكن كإله تقريبا، يعني يؤخذ كلامه بدقة لكن لم يطبق على على أو لم يوظف في مباحث فلسفية. فديكارت كان
باعث الفلسفة من جديد، وعندما بعثها أراد أن يبعثها على أسس منطقية منهجية صارمة. فسارت الأمور إلى أن تشكلت العلوم الإنسانية في أوروبا، ظهر علم النفس، علم الاجتماع والعلوم الأخرى تباعا على امتداد القرون 18 و19. فحاول علماء الاجتماع الأوائل المؤسسين، يعني أوغست كونت ثم دوركايم ثم غيرهم من العلماء الاجتماع، حاولوا أيضا أن يكونوا صارمين في المنهج وأن يتبعوا نفس الطريقة الديكارتية الأرسطية أصلا، اللي هي تؤمن بما يسمى بالموضوعية، وهذه الكلمة الشائعة بيننا الآن، كن موضوعيا، يعني بمعنى كن متجردا من أهوائك في الحكم على الأشياء، فتكون صارما في قراءتك للواقع وللعالم. فظهرت الموضوعية طبعا مع أوغست كونت، لأنه أراد العلم الاجتماع أن يكون علما مثل ما هي الفيزياء أو الرياضيات أو الكيمياء. نحاول أن نضبط المنهج، لكننا لابد أن نعي أن هناك من المتغيرات ما لا يستطيع المنهج بصرامته أن يساعدنا على فهمها. دوركايم بالذات، وهو يعتبر مؤسس حقيقي لعلم الاجتماع، لأنه هو الذي افتتح أول قسم اجتماع في التاريخ، ووضع أسس العلم. يعني أوغست كونت دعا إلى علم الاجتماع، لكنه ليس الحقيقة المؤسس المنهجي أو العلمي. ماذا فعل دوركايم؟ ذهب إلى الإحصائيات والدراسات الميدانية على أساس أن هذه ممكن تعطينا معرفة دقيقة باستخدام الأرقام، وكأنه يقول نذهب إلى الرياضيات لكي نصل إلى معرفة يقينية. القضية أنه المنهج ظل إشكالية بالنسبة للعلوم الإنسانية بصفة خاصة، ثم اتضح أن حتى العلوم الطبيعية تواجه مشكلة مع المنهج، لأنه ظهر علماء أو مفكرون مثل توماس كون الأمريكي. توماس كون في القرن 20، طبعا في 40ينيات و50ينيات القرن 20، ظهر بكتاب عنوانه بنية الثورات العلمية. فماذا قال؟ قال إن المكتشفات العلم، المكتشفات الفلك مثلا، مكتشفات الفيزياء، مكتشفات الكيمياء، تخضع لمتغيرات تاريخية. هناك سياق تاريخي يسمح لمكتشف ما أن يظهر ومكتشف آخر لا يظهر، أن الظروف التاريخية تحكم المعرفة بتعبير آخر. حتى في العلوم الطبيعية التي كان الجميع تقريبا يظن أنها بمنأى عن هذه المتغيرات، وأن العلوم الإنسانية هي الوحيدة التي تواجه هذه الإشكالية. فتوماس كون أحدث ربكة كبيرة في تاريخ العلم أو في التأريخ للعلوم. فالذي فعله هو أنه نسبنا المعرفة، جعلها نسبية، معنى أنها متأثرة بالمتغير التاريخي. طبعا ميشيل فوكو الفرنسي أضاف إلى هذا بأنه أيضا ربطها بما سماه الإبستيمات أو الحقول المعرفية، أنه في كل عصر يسود حق المعرفي معين يسمح بنظريات معينة أن تظهر ونظريات لا تظهر. وإلا كيف ظهرت هذه النظرية في هذا العصر أو هذه الفلسفة في هذا العصر ولم تظهر في العصر الذي سبقه؟ ثم لماذا تظهر بعض المكتشفات في نفس الفترة؟ هذه أيضا من الأمور اللافتة في تاريخ العلم. تجد عالمين في مكانين مختلفين لا يعرفان بعضهما، لا يعرف بعضهما الآخر، ويصلان إلى نفس النتيجة تقريبا. أو ولذلك تمنح جائزة نوبل أحيانا لعالمين من بلدين مختلفين توصلا إلى نفس المكتشف أو نفس النظرية المهمة في هذا المجال دون أن يعرف بعضهم. لكن العلم يكون وصل إلى هذه المرحلة التي تسمح لهذا الاكتشاف أن يظهر. يعني هذا هو الحد الذي يعمل عليه الجميع.
ما أريد أن أصل إليه من هذا كله هو أن المنهج، مفهوم المنهج، انتقل من الصرامة المنطقية الرياضية تقريبا العقلانية التي وضعها أرسطو قبل الميلاد إلى هذه السيولة تقريبا، وهذا الليونة في المعرفة، أن الأمور ليست بأنه أنها ليس من الممكن ضبطها كما يتوقع. ومع ذلك ظل المنهج مهما في العلوم الإنسانية كما في العلوم الطبيعية. الفرق هو أن هناك من يدرك أن المنهج له حدود، ومن لا يدرك هذا أو لا يريد أن يدرك أو يتصرف كما لو أن المنهج ثابت وواضح وموضوعي ودقيق ويوصلك إلى النتيجة التي تبحث عنها دون أن تقلق. فكثير من المشتغلين في الحقول المختلفة، في حقول العلم الطبيعي وفي حقول العلوم الإنسانية أيضا، يتحركون بهذه النظرية، فيقول لك علميا لا يجوز، أو كن موضوعيا في أحكامك، وكأن هذا أمر سهل. يعني هو أنت ممكن تطالب الباحث بأن يكون منضبطا، بأن لا يترك الأمور سائبة، أن لا يدخل تحيزاته الشخصية بشكل مباشر وواضح، لكن في نهاية الأمر هذه التحيزات ستظل موجودة وستأخذ طريقها إلى النتائج التي يصل إليها الباحث بغض النظر عن العلم الذي هو فيه. قبل أن أواصل الحديث في هذا المجال، أريد أن أنتقل إلى مفهوم النظرية، لأنه هو الجانب الذي لم أتحدث عنه حتى الآن. النظرية مفهوم حديث، الفلاسفة القدماء لا أرسطو ولا المسلمين لم يكن تحدثوا عن نظريات. كلمة نظرية أصلا من المفردات الجديدة في العلوم المختلفة. كانوا يقولون النظر اللي هو التفكر والتأمل. العالم ينظر في الظواهر، في النصوص، ويصل إلى نتائج. لكن كلمة نظرية بهذه الصيغة جديدة على كل اللغات، طبعا بدأت في اللغات الأوروبية ثم انتقلت إلى اللغات الأخرى ومنها اللغة العربية. النظرية أصلا جاءت من مفردة يونانية تعني جاء من النظر، طبعا اللي هي ثيوريا، اللي ثيوري من ثيوريا كلمة يونانية تعني النظر، لكنها صيغت فيما بعد لتعني تلك الصيغة من المفاهيم التي بتوظيفها يمكننا أن نصل إلى نتائج في دراسة ظاهرة من الظواهر. بمعنى آخر، النظرية هي بناء فكري يتأسس أو يتألف من مجموعة من المفاهيم التي تساعدنا على تفسير الظاهرة التي أمامنا. وقيمة النظرية هي في مدى قدرتها على تفسير الظاهرة، إلى أي حد تستطيع أن تفسر لنا ما هو أمامنا. يعني نأخذ النظرية الماركسية مثلا، من أشهر النظريات التي أثرت في العالم طوال من القرن 19 إلى اليوم. النظرية الماركسية بنيت على رؤية ماركس بأن الاقتصاد والصراع الطبقي هو الذي يغير التاريخ ويشكل الثقافة ويتحكم في المجتمع. أنك إذا أردت أن تعرف كيف يتحرك التاريخ، انظر إلى الاقتصاد. هذه نظرية، ليست رياضيات، هي وجهة نظر في نهاية الأمر، لكن نسميها نظرية لأنها متكاملة، لأن فيها قواعد وأسس وفيها مفاهيم. إذا نظرت إليها بشكلها الكلي تجد أنك أمام تكوين فكري متكامل إلى حد بعيد، وقادر على تفسير الظواهر. يعني تستطيع فعلا أن تدرس تاريخ المجتمعات، تاريخ بل التاريخ بصفة عامة، وتكتشف كيف أثر الاقتصاد
في التغير هو حقيقة موجود، لكن الذين انتقدوا النظرية الماركسية اكتشفوا أن هناك ثغرات، أشياء لا تستطيع النظرية الماركسية أن تنتقدها. يعني تقريبا نفس المشكلة اللي واجهها ابن سينا مع المنطق الأرسطي، أن المنطق الأرسطي يساعدني على فهم العالم كما هو أمامي، لكن هناك منطقة لا يستطيع المنطق الأرسطي أن يساعدني على فهمها. يعني أنا بس أضرب هذا للتشبيه للتوضيح الثغرات التي يمكن أن توجد في المنهج كما توجد في النظرية. فظهرت النظريات وكثرت، الحقيقة أن هناك من بل كلنا الحقيقة نفيد منها ونستعملها ونتكئ عليها لدراسة الظواهر المختلفة، ومنها الأدب. عندما ندرس الأدب نحتاج إلى نظريات ونحتاج إلى مفاهيم ونحتاج إلى مناهج، لكن ما نحتاج أيضا إلى معرفته هو محدودية هذه أيضا، وأنها نسبية وأنها لها حدود تقف عندها، وأنها أيضا محكومة برؤية مسبقة أحيانا لا يدركها من يطبق هذه النظرية أو هذا المنهج، اللي هي رؤية الشخصية، أنه يتأثر برؤيته الشخصية. الماركسية نفسها وهي نظرية وضعها ماركس وإنجلز وتطورت، طبعا طورها لينين وطورها تروتسكي وأضاف إليها مفكرون كثر في العالم. النظرية الماركسية اختلفت من بلد إلى بلد ومن فترة إلى فترة ومن مجتمع إلى مجتمع حسب ظروف المجتمعات، ليست واحدة. ماركس طور نظريته على أساس المجتمع الإنجليزي، هو توقع الثورة أن تقوم في إنجلترا أولا لأنها كانت هي قلب الثورة الصناعية، والعمال كانوا مضطهدين في إنجلترا أكثر من دول أوروبية أخرى. الثورة الصناعية أصلا بدأت في إنجلترا، لم تقم ثورة أبدا. الثورة 1917 في روسيا بعد 100 سنة تقريبا، ومن الذي قام بالثورة؟ الذي قام بالثورة هم النخبة، لينين وستالين ومجموعة تروتسكي، وقادوا الجماهير وقالوا لهم يعني لابد أن نغير المجتمع كذا. أنما العمال والناس الذين جروا في الشوارع هؤلاء كانوا جوعى فقط، لم يكن يهمهم تغيير الطبقات ولا حركة التاريخ ولا هذه المفاهيم. على أي حال، النظرية يعني تظل محكومة بنسبيتها. في الدراسات الأدبية بصفة خاصة نستخدم مفهوم المنهج والنظرية ولا غنى عنهما. دارسو الأدب يعرفون أن هناك نظريات كثيرة في دراسة الأدب وهناك مناهج كثيرة في دراسة الأدب. أريد قبل أن أدخل في هذه المنطقة أن أقول أن نتحدث عن العلاقة بين النظرية والمنهج. كل نظرية تفترض منهجا لابد، وإلا لأن النظرية تعني أو النظرية تريد أن تفسر ظاهرة ما. كيفية الوصول إلى هذه الظاهرة تحتاج إلى منهج، اللي هو من أين أبدأ؟ سؤال أين أبدأ؟ وبعد أن أبدأ إلى أين أنتقل؟ فهذا سؤال منهج. النظرية تقول إنك، فلنقل هل نأخذ النظرية الماركسية طالما أننا تحدثنا عنها، الاقتصاد هو محرك التاريخ ومحرك الثقافة، هذا لب الماركسية. المنهج الماركسي في دراسة الأدب يقول الأدب ظاهرة اجتماعية ومتأثر بالعوامل الاقتصادية بالضرورة. لكي تفهم لماذا كيف نشأت الرواية، انظر إلى الظروف الاقتصادية في إنجلترا أو في فرنسا في الفترة الفلانية، أو كيف تطور المسرح مثلا في إنجلترا في القرن 17 أو 16، انظر إلى الظروف الاقتصادية، من الذي يحكم ومن الذي يستفيد وكم يدفع للعمال وكم يأخذ المخرج إلى آخره. هذه أسئلة، هذه لا تستطيع أن تفهم
تطور الأدب أو حتى كتابة نص ما دون أن تأخذ هذه في الاعتبار. فالمنهج يقول لك، يعطيك الخطوات، خطوات لتطبيق النظرية على الواقع. فهناك علاقة عضوية بين المنهج والنظرية، لا قيمة للنظرية بلا منهج، ولا منهج بلا نظرية أصلا. المنهج بلا نظرية غير موجود، لأن كل منهج يفترض نظرية ضمنية. إذا قلت مع الدارسين الشكلانيين الذين يدرسون الأدب بوصفه منتج جمالي فقط، لا علاقة له بالمجتمع، لا علاقة له بالتاريخ، لا علاقة له بالدين، لا هو جمال فقط، سواء كان طبعا الأدب أو الفنون التشكيلية حتى وغيرها. عندما تقول هذا أنت تتبنى رؤية فلسفية أصلا. بمجرد أن تقتنع هذه القناعة فأنت تتبنى رؤية فلسفية، أي تتبنى نظرية من النظريات. وهذه النظرية نعرفها نحن في دراسة الأدب بأنها الشكلانية، التي تؤمن بالشكل، أن الشكل هو المهم. فأنت عندما تكون شكلانيا تسأل ما هو شكل النص، هل هو قصيدة، هل هو رواية، هل هو قصة قصيرة، ثم تنظر إلى بداية النص، نهاية النص، كيف تطور، كيف تطور الشخصيات. لا تسأل عن علاقة الشخصيات بالمجتمع. إذا كانت رواية مثلا لا تقول هذه الرواية تشبه ما يحدث في المجتمع، تنظر إلى العلاقات الداخلية بين الشخصيات، لأنك إذا بحثت عن علاقتها بالمجتمع انتقلت إلى المنهج الاجتماعي، رحت إلى الماركسية، رحت منطقة أخرى. إذا سألت عن نفسية الشخصيات دخلت في المنهج النفسي. فأنت يعني تتبنى النظرية ومنهج في نفس الوقت. دراسة النظريات ودراسة المناهج الآن طبعا ليست الآن ولكن منذ سنوات وهي مطروحة في الفكر النقدي، في الفلسفة، كتب كثيرة كتبت حول المنهجية. ما هي المناهج وكيف تتطور المناهج، ما علاقة المناهج بالنظريات؟ هذا موضوع مطروح، ليس ما أقوله ليس جديدا، لكن تطور علم فعلا اسمه الميثودولوجي، اللي هو علم المنهج، دراسة المناهج كيف تتشكل وكيف تتطور، ما هي حدودها، ما الفروق بينها إلى آخره. وهناك أيضا دراسة للنظريات. الأربعين والخمسين سنة الماضية شهدت ظهور شيء في الدراسات الأدبية في أوروبا، شيء اسمه النظرية، هكذا النظرية، ليس النظرية الفلانية أو نظرية كذا، إنما النظرية theory، وصارت حقل مستقل، حقل تلتقي فيه الفلسفة ببعض العلوم الإنسانية في عناصر متداخلة، شكل الشيء يسمونه النظرية. وتجد ناس اسمه أستاذ النظرية أو ناقد متخصص في النظرية، أو مؤتمرات تعقد لدراسة النظريات، فأصبحت كأنها حقل مستقل مثل المناهج، نفس الشيء. جاء من ينتقد هذا التوجه. أنا صار الوقت الآن أو سأختصر. جاء من ينتقد الغرق في النظرية والغرق في المنهج. باحثان أمريكيان نشر مقالة شهيرة الآن، صارت شهيرة في تاريخ الدراسات الأدبية، عنوانها ضد النظرية، ضد النظرية. وأطروحتهما هي أن النقد ممارسة لا يمكن أن تقودها مبادئ نظرية، والنظرية في تعريفهما هي محاولة للوقوف خارج الممارسة، أنك عندما تقول أنا أطبق النظرية الفلانية أو أتبنى النظرية الفلانية كأنك تقول أنا
يعني أعزل نفسي عن القراءة، عن الممارسة، عن الانغمار في النص. هو يقول لك انغمر في النص وانسى النظريات وانسى المناهج. ويريان والحقيقة معهما كثير من الحق، أن مشكلة النظرية كما هي مشكلة المنهج أنها تفرض قراءة معينة تقودك باتجاه معين فتغفل تفاصيل مهمة. لماذا؟ لأنها لا تنسجم مع الأطروحة النظرية. إما أنك تفعلها عامدا لأنك تريد أن تثبت أطروحة معينة، أو أنك نسيتها، يعني حكمتك النظرية أو المنهج بحيث أنك نسيت أو يعني غفلت، فلنقل غفلت عن تلك التفاصيل، معنى أنها تعمي القارئ عن جوانب في النص لا تقول النظرية أنه مهم. فمن هنا جاء اعتراضهما على النظرية بشكل عام، يعني دعايا إلى التخلي عن النظرية. طبعا انتقد بسرعة وبقوة أن من المستحيل يعني أن نتخلى تماما عن النظريات، لأنه حقيقة الأمر أننا حتى عندما نحاول أن نتخلى سنجد نفسنا غارقين مرة أخرى في شيء من التنظير. لابد أن يكون عندنا رؤية معينة مسبقة حتى وندرك هذا. الفرق هو أن تدرك هذا أو لا تدركه فقط، وتحاول أن تحد من تأثيره عليك. نفس الشيء بالنسبة للمنهج والمنهجية. ظهر فيلسوف نمساوي اسمه بول فييرابنت. هذا الفيلسوف نشر عام 75 كتاب عنوانه ضد المنهج، Against Method، وحاول فيه إلى حد نجح إلى حد بعيد إثبات محدودية المنهج، تطبيق المنهج. فقال أنني يعني لا أدعو إلى التخلي عن المنهج، لكن أدعو إلى الوعي بمحدوديته. هي حقيقة مشكلة كثير من العلوم، الغرق في المنهجية وفي النظريات بحيث يعتقد الباحث أن الحقيقة هنا، وينسى نسبية هذه النظريات وينسى نسبية المناهج، أنها في نهاية الأمر هي وجهة نظر، هي من كلمة نظرية فيها وجهة نظر. صحيح أنها ليست وجهة نظر إنسان عادي أو شخص يعني يقول كلاما انطباعيا، وإنما هي مؤسسة على معرفة وعلى شواهد وعلى تاريخ وعلى نتائج جيدة إلى آخره، لكنها تظل أيضا محدودة أو مقيدة بهذا. أخيرا أختم بعبارة لأحد أهم الفلاسفة الذين تحدثوا عن المنهج، وهو الفيلسوف الفرنسي إدغار موران. عمره الآن 103 سنوات، من المعمرين الكبار ومن كبار الفلاسفة حقيقة. له كتاب من 6 أجزاء عنوانه المنهج لميتود، ترجم إلى العربية، والغريب أنه لم يترجم إلى الإنجليزية. موران أصلا لا حضور له كثير باللغة الإنجليزية، لكن ترجم كثيرا إلى اللغة العربية، من أهم فلاسفة القرن 20 بلا منازع، وال21، ومن مناصر القضية العربية بالمناسبة، وهو يهودي، لكن هذا ليس موضوعنا. يقول في كتابه في الجزء الرابع من الكتاب المنهج، يقول إدغار موران: ولكن في صميم كل نظرية علمية توجد مسلمات ميتافيزيقية وأيديولوجية، وتوجد صيغ تواشج بينها وبين الثقافة المنحدرة منها وبين التاريخ الذي فيه ولدت واستمدت جوهرها. عن المنهج الفلاني فنحن أمام موضوع آخر، يعني المنهج الفلاني قد يكون أنسب لنا من المنهج الفلاني، قد يكون أنسب، ولكن لا بد من منهج.
الإشكالية الثانية عندما نقول المنهج الفلاني ثم نأتي الآن إلى تطبيق هذا المنهج من قبل عدد من الباحثين، قلنا في إشكال آخر، في بعض من الباحثين يظهر بعض جوانب المنهج كما وهذا يمكن أن يكون في مصطلح إدوارد سعيد أنه قال في نجيرني الثيري رحلة النظرية أن إحنا أعتقد أن لما تصلنا يكون مبسرة بدرجة معينة انتقال النظرية، فنحن فعلا لا أدري عن كيفية تطبيق النظرية، كيفية تطبيق المناهج، ولكن هذا يسبب إشكال بحد ذاته. لدينا الآن مثلا في قسم الإعلام وبعض الدراسات الفنية هنالك يعني نوعا ما بدأوا يتبنون البحوث النوعية، وهي البحوث التي لا تتطلب منهجا إحصائيا أو منهجا يحاول فعلا كذا، وما زال حتى الآن لدينا بعض الباحثين عدم الرغبة في الدخول، مع أنه فيه ثمار، فيه ثمار من ناحية دراسة الظاهرة اللي هو البحث النوعي في قضية اعتماده على وجهة نظر المفعول في عبر الانترفيو وعبر دراسة حالة وعبر عدد من وهي مغري، ولكن ما زلنا حتى الآن نعود إلى موضوع أن نبحث عن الموضوعية ونحاول أن نؤكد الموضوعية، وهي فعلا مستحيلة، ولكن مرة أخرى المنهج البحثي ويضبطها إلى درجة عالية بأنها تتحقق. شكرا. أي كانت العلوم مختلفة فهي علوم موضوعية وذاتية منشورة كما قال بها النازيون، النازية حين وصلت هذه النتائج كما ذكرها عبد الوهاب المسيري في موسوعته لكن وحدية العلوم أن كل علم مختص باختصاصه بغض النظر عن العلوم الأخرى هو يمثل العلم حتى لو كان مستقل عن العلوم ولا يوجد تضاد بينه بل هي موضوعية مستقلة يعني هي مستقلة لكن في نفس الوقت هي مختصة بالعلوم وما كان في علم الأحياء هو ما كان في علم الكيمياء ما كان في علم الفيزياء هو ما كان في الرواية هو ما كان في الأدب هو ما كان في الشعر كما أخبرتنا أن التاريخ والمتغيرات التاريخية والاقتصادية أثر على الإبداع العلمي النتائج التي تظن أنها موضوعية وعلمية وحقائق في بيت ابن الرومي منشور الوعي يعني في القرن الرابع الهجري التاسع الميلادي تقريبا يقول ألا من يريني غايتي قبل منهجي ومن أين والغايات بعد المناهج بعد المناهج يعني ما تستطيع أن تعرف النتيجة وفعلا كل من ألف كتابا سواء كان إبداعيا أو علميا أو لا يستطيع التنبؤ بما إلى أين يأخذه البحث والكتاب ستصل قد تصل إلى نتائج لم تتوقعها وقد نتائج تغير ما ابتدأت به من أطروحات فلذلك أهل العلم سواء العلوم الطبيعية أو غيرها يبدأون بفرضيات ويحاول أن يثبت صحة هذه الفرضية هي فرضية وقد يتضح أنها غير صحيحة طبعا إذا كان صادق مع نفسه نقضها لكن بعض البعض يكابر فيبحث عن ما يثبت صحة الفرضية بكل الوسائل لكن هذه حقيقة الأمر لأنك لا تستطيع أن تعرف إلى أين يأخذك الطريق أي طريق حقيقة يعني ما تستطيع التنبؤ 100% لكن تستطيع أن تتوقع أن طريق منزلك تعرف أن هذا الطريق وصل للمنزل فالغالب صحيح يعني لكن لو أخذت طريق آخر قد لو غيرت الطريق قد تفقد يعني طريقك أو تضيع الطريق ف يعني أعتقد أننا يعني متفقون على هذه المسائل هي القضية أننا نحتاج إلى أولا نعرف ما هو المنهج وما هو النظرية وما العلاقة بينهما ثم أن ندرك طبيعة كل منهما يعني سواء قوة المنهج والنظرية أو نقاط الضعف فيها لا أعتقد أن أحدا يشتغل في علم من العلوم يستطيع أن يعمل بلا منهج وبلا نظرية لابد وقد يوظف أكثر من نظرية وأكثر من منهج
فالمنهج إذا أخذنا المنطق هو المنهج لا يستطيع أن يكون كافيا يعني أو لا يمكن توظيف أكثر من منهج، لأنك قد توظف مناهج متناقض. هذا منهج مبني على أساس معين وهذا مبني على أساس مناقض، فكيف تجمع بينهم؟ جميل لكن غير واقعي. لا صحيح، يعني كل اختلافات جذرية زي ما يقول إدغار موران، هناك دائما أيديولوجيا كامنة وميتافيزيقا كامنة في كل نظرية وفي كل منهج. شكرا لكم، لا أريد أن أطيل أكثر من هذا والوقت 10.